حياكم الله وياهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم نعناع. اليوم راح نتكلم عن فاكهة غنية بألوانها المختلفة ونكهاتها المختلفة وأيضاً فوائدها الغذائية المختلفة. اليوم راح نتكلم عن العنب. يحتوي العنب بأنواعه المختلفة سواء الأحمر أو الأسود أو الأخضر على نسب عالية من الماء ومواد مضادة للأكسدة والمواد السكرية ونسبة من فيتامينات سي وبي، ويحتوي العنب على نسب جيدة من العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم ومواد بروتينية ودهنية وأحماض عضوية. ويمتاز العنب الأحمر عن غيره باحتوائه على كميات أكبر من الفلافونات التي تساهم في تخفيف حدة تخثر الدم في الأوعية الدموية. كثير نسمع عن فوائد العنب الغذائية، لكن ودنا نعرف عن أفضل العناصر الغذائية اللي يحتوي عليها العنب. خلونا نروح مع أخصائية التغذية آلاء رشاد ونسألها عن هذا الموضوع. العنب يحتوي على عناصر كثير غذائية ومن أهمها فيتامين إي وفيتامين أي وعنصر الكوبر، وفيه له مضادات أكسدة مرة كثيرة، وكمان فيه له عنصر مرة مهم هو الزنك، برضو مرة مفيد كثير من ناحية العنب. مؤخراً منتشر صواني أوراق العنب في الضيافة، صحياً وش رأيك فيه؟ الورق عنب كورق عنب مرة مفيد، سعراته الحرارية مرة قليلة، يحتوي على برضو الزنك والحديد والفيتامينات الذائبة في الدهون والفيتامينات الذائبة في الماء، بس تختلف على طريقة تحضيرها. إذا حضرتيها واستخدمتي فيها زيوت واستخدمتي فيها دهون عشان اللحم أو على الرز، تضيع الفائدة الغذائية الموجودة في ورقة العنب أصلها، غير ما تحطي معاها رز مسلوق بطريقة صحية يصير فائدته الغذائية أعلى. بحسب تقارير تقول إنه العنب يفقد فائدته بعد 3 أيام من وضعه في الثلاجة، ما صحت هذه التقارير؟ أهم شيء طريقة تخزينك، يعني أول شيء لازم ما تقربي عليه المويه وتحطيه في كيس ما فيه له ما يجي عليه أبداً هواء، وكمان تحطيه في يعني في الثلاجة وتحطيه في أول رف الثلاجة بحيث إنه هو يصير إيش يعني نسبة البرودة كثيرة، وهي يكون من 3 لـ5 أيام لحد لما يصير لين. أثبتت الدراسات الطبية أن تناول العنب يساعد على تنشيط الكبد وسلامة وظائفه، ويخفض حمض الفوليك في الدم، ويساهم في علاج الزهايمر ويقلل الإصابة بالخرف، ويساهم أيضاً في علاج هشاشة العظام وتهدئة حدة السعال والوقاية من آلام اللثة وضعف الأسنان. وتشير الأبحاث إلى أن الأماكن التي يكثر فيها إنتاج العنب تكاد تكون فيها أمراض السرطان منخفضة جداً، بل تكاد تكون معدومة. متى آخر مرة شفت عنب في ثلاجة بيتك؟ تقريباً من سنة كده، سنة ونص. طيب عطيني شوية فوائد عن العنب. والله العنب عندنا دي مواصفات معينة، يعني جميع الأشكال والألوان بنزرعها عندنا في مصر، وألوانه كتير يعني عندنا. حتى في أغاني كتير طلعت على العنب يعني عندنا في مصر. صحيح. متى آخر مرة شفت عنب في ثلاجة بيتكم؟ قبل رمضان. قبل رمضان، طيب كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في العنب؟ أسمع إن هي كتير يعني. أنا بعرف عددها بالظبط، بس يمكن العنب الفواكه اللي فيها سعرات حرارية عالية. طيب ايش اكثر فائده موجوده في العنب؟ اتوقع مفيد للنظر، في فيتامين مفيد للنظر. متى اخر مره شفت عنب في بيتكم؟ امس. طيب كم عدد السعرات الحراريه الموجوده في العنب؟ والله ما ادري، ما عندي خلفيه فيها. طيب ايش اكثر فائده موجوده في العنب؟ اكيد هي فوائد اسئله. متى آخر مرة شفتي عنب في ثلاجة بيتكم؟ قبل أسبوعين. طيب كم عدد السعرات الحرارية الموجودة في العنب؟ يحتوي كوب واحد من حبات العنب على 110 من السعرات الحرارية، وممكن الاستفادة من فوائد العنب بطرق متعددة، يما أكله طازج أو مجمد أو من خلال السلطات أو حتى المربيات وإدخاله في بعض الوصفات الغذائية. خليكم معنا.
العنب في القرآن 11 مرة، وهذا يؤكد على قيمته وأهميته الغذائية. نشوفكم في نعناع قادم.